مش راضي في الماتش كبير من هذه الصغيره وما قدر في الماتش. بالنسبه للاعمال عندي واحد الى بغيتي تقول واحد السفر في السفر عبر الزمن، كنرجع للوراء كنرجع للماضي كنستحضر الرموز والعلامات اللي كانوا قدام، لا الوان شويه داكنه الى بغينا نقولوا الوان الرجوع والعوده، الوان ترابيه ما عنديش الوان فيش ما عنديش الوان واقعيه الى بغينا نقولوا. كنعتمد على الرمز بزاف، الرمز والعلامات، الرموز والعلامات اللي كنشوفو قبل اللي كنا كنشوفو قبل في الزربيه، كنشوفوهم في الاواني ديال الخزاف، كنشوفوهم في النحاس، في مسائل كل ما هو قديم كنحاول ندمجو مع كل ما هو حضري او بمعنى اخر. المواضيع عندي ديال هذه الساعه كنحاول نعملهم بادوات اللي هي ادوات تقليديه ما فيها الجلد النحاس والرموز والسين والسامبول اللي كانوا قدام تيستعملوا في الزربيه وفي الصناعه التقليديه. لا تنسوا تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.